النهاردة رسالة ربنا سبحانه وتعالى رسالة عن الجنة. الجنة اسمها جنة ليه؟ الجنة اسمها جنة لأن كلمة جنة يعني ساترة. الجن مستتر ما بنشوفوش فاسمه الجن، والجنين مستتر في بطن أمه فاسمه الجنين، والجنة ستستر من بداخلها من كتر النعيم. يعني أنت لما تخش الجنة مش هتبان من كتر النعيم، حالك الأساسي اللي أنت عارفه في الدنيا هيختفي، ولن يظهر عليك إلا النعيم، هيسترك هيغطيك هيغرقك النعيم، عشان كده اسمها الجنة. والجنة هي الحافز الأكبر بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى للموحدين إن هم يعيشوا في الدنيا على مراد الله، إن هم يطيعوا ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرهم، وينتهوا عن الأشياء اللي بتغضب ربنا سبحانه وتعالى إذا نهى عن هذه الأشياء. وربنا لما تكلم عن الجنة قال شيء أنت لازم تتوقف عنده. ربنا سماك أصحاب الجنة، سمى أهل الجنة أصحاب الجنة، والصاحب هو مالك الشيء الذي لا ينتزع منه. مع أننا ممكن نبقى سكان الجنة، زوار الجنة جنالها بعد طول عيشة في الدنيا، إحنا أصحاب الجنة، درجة أن ربنا سبحانه وتعالى قال وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إن تورثت الجنة من ربنا سبحانه وتعالى فصارت ملكك، كناية عن التمكن والإحساس بالأنس. أنت مش هتبقى عايش في الجنة حاسس وأنا عايز أرجع بلدي، أنت ده مكانك، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أول ما يتفتح باب الجنة أنت متوجه لبيتك كأنك عارفه في الدنيا. سيدنا ابن عباس قال كده، قال والله لا يذهبون إلى بيوتهم كما ينصرفون إلى بيوتهم بعد الجمعة. وانت راجع من الجامع على بيتك بعد صلاة الجمعة انت داخل الجنة كده، انت صاحب المكان ده. وأجمل ما ذكر في الجنة ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الجنة وعد ربنا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. تقول لي يعني إيه وعد ربنا؟ أقول لك يعني دي الهدية العظمى اللي ربنا شايلها لحبيبه. وكأن ربنا بيسيبك بقى تتأمل وتتخيل وتسرح بخيالك في عظمة وجمال إمكانيات ربنا لما يكون بيجهز هدية بعد طول السنين اللي هنعيشها في الدنيا، وعد الله. وربنا سبحانه وتعالى قال إن أقل واحد في الجنة من الفائزين. الجنة ما فيهاش غلابة، الجنة ما فيهاش طبقات. بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالعلماء بيعلقوا بيقولوا أقل واحد في الجنة يشعر بشعور الجمال والفرحة والمتعة زي أعلى واحد في الجنة، فليس هناك مقارنات، فليس هناك شعور بالقلة ولا أي شعور بالمقارنة، لأن الجميع غرقانين في متعة ربنا في الجنة. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون
لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.